التحية تأتيكم مرة ثانية متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم على بركة الله. نتحرك بشوط آخر يحمل عنوان الجعدان وفي المجموع الشوط الثامن. نرحب بهذا الشوط، نرحب بهذه الشعارات التي تأتينا تباعا وتجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الهجن وملاك هذه الشعارات. اسحاب اللي على المركز أبو مايهاب، محمد بن سيف بن علي بن كليب يتقدم في هذه الجولة ليسجل أيضا حضوره في هذا التحدي الجميل. النقلة التالية على المركز الثاني وثاني المراكز صغان، فاهم بن محمد بن سلطان بن روية المركز الثالث، يأتينا من أتانا ومن أيضا وصل مسكت رايد بن صابر بن سعيد بن صابر يعلن عن مسكت في هذا الشوط. المركز الرابع اللي هو فراج عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد، والمركز الخامس هناك شعار الشاعر غدير بن سعيد بن غدير يقدم أيضا صغان في هذه الجولة. ياهو شوط، ياهو شوط، شوط كبير، شوط كبير، فيه زحمة ولا فيه رحمة، ولكن المقدمة والسيادة من قبل فراج عبيد بن سلطان بن رشيد مع فراج إلى المقدمة مع الانتصار، ولكن بالغافرية قادم، بالغافرية قادم مع هملول. هذا السبوق يرهنير يا ما ويا ما ويا ما، يعني حط واقيته وحط ناموس. هذا هو يعود إلى الميادين ويعود إلى موقع الصحيح راشد بن سعيد بالغافرية ليقدم أيضا هملول في هذه المسيرة ليدافع عن لقب المركز الأول بكل ما استطاع من قوة. وأما المركز الثاني فهناك اللي هو منبه سالم بن محمد بالضبيعة أعلن الخطورة والتهديد على هملول. يلا يا بالغافرية، يلا يا بالغافرية، أمتار قليلة، ثواني معدودة، ونهنيك بالناموس مثل ما عودناك وعودنا هملول على هذا المنصب، على هذا الموقع، على هذا المكان الرياضي والسيادي يتربع على عرش المركز الأول. يقوم طفر أو ينتهي طفر، يقوم راس أو ينتهي راس. يا سلام يا بالغافرية، عدل 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 عدل، هذا المطلوب، هذا هو المطلوب، وهذا هو هملول مثل ما توقعنا. اللي ما يعرف الهزيمة، والهزيمة ما لها دور، ما لها دور تحت أقدامه دائما. هذا هو موقعه، هذا هو موقعه. دبليو 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 ون 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 بالغافرية نمبر ون، واحد 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 بالغافرية رقم واحد. صباح الخير يا بالغافرية، صباح الناموس يا ابو سعيد، صباح الناموس يا ابو حمد، صباح الانتصار، صباح التهاني. انهني انهني راشد بن سعيد بالغافرية الثاني، الوصول من قبل جاسم بن محمد بن علي وهيب الثالث بن كليب، والرابع سالم بن محمد بالضبيعة، والخامس فهنا ايضا شعار راشد بن علي من خليفة رميتي. التوقيت الزمني 3 دقائق و8 ثواني.